سعد مساكم جميعا، سعد مساكم. شكرا جزيلا لحضراتكم، شرف لي أن أكون موجود معكم اليوم. مثل ما تفضل الدكتور فواز أنا نازل خصوصي من دبي صراحة مشان شارك بهذا المؤتمر. كل الشكر للجنة الأطباء التخدير برعاية الدكتورة زبيدة، الدكتور فواز. شكرا جزيلا لكم، شكرا على الفرصة أتحتوا لنا إياها. أنا ما رح أخذ كثير، 30 دقيقة يمكن مخصص لي دكتور، 30 دقيقة إن شاء الله ولا بلس ماينس. قبل ما بلش حاب أعرفكم بحالي. أنا المهندس باسل نايس، بزنس ديفلوبمنت مانجر لمايندري باليو اي اي والليفانت كونتريز بلاين البي ام ال اس. هلا أكثر رح نشرح عن لاين البي ام ال اس. هلا بس حبيت أعرفكم، عامل كومباني بروفايل هيك سريعة خفيفة على موضوع شركة مايندري. يمكن في بعض منكم بيعرف شركة مايندري، بعض منكم لسه ما سمع بشركة مايندري. خليني أعطيكم بس بريف صغير عن شركة مايندري. بالصين في مدينة اسمها تشينزين. هلأ تشينزين هي مثل السيليكون فالي باليونايتد ستيتس أوف أمريكا، يعني اللي هي فيها فيسبوك وجوجل. يعني باختصار هي عاصمة التكنولوجيا بالصين. تشينزين فيها كل الشركات الصينية المعروفة اللي انتشرت حول العالم، مثل شركة هواوي، مثل شركة تينسنت، وبالإضافة لشركة مايندري انطلقت بعام 1991 من تشينزين سيتي. حاليا وي ار نمبر 43 ميديكال ديفايس كومباني بالعالم. في عندنا اول 100 شركه، حاليا نحن ترتيبنا رقم 43. نحن طموحنا كشركه مايندري ان شاء الله انه نصير بالتوب 20 within 5 years. ان شاء الله بعد 5 سنين بمثل هذا المؤتمر بنقول لكم نحن صرنا بالتوب 20 اذا الله اراد. هلا من 30 سنه في بس 3 شركات قدروا انه يوصلوا للريفينيو اكثر من 3 بليون يو اس دولار. تنتين منهم من اليونايتد ستيتس، واحدة هي كانت مايندري. الثلاث شركات هن الميديكال ايكوبمنت كمباني او مختصين بالقطاع الطبي، شركة الومينا وشركة انتيوتيف، والشركة الثالثة هي شركتنا شركة مايندري، اللي هن خلال 30 سنة قدروا يوصلوا لريفينيو 3 مليارات دولار. نحن بمايندري شركة مالتي ناشونال كمباني، نحن بنخدم تقريبا 190 بلد، في عنا تقريبا ما يزيد عن 11,000 موظف، في عنا 39 فرع بالعالم. الريفينيو تبعنا مثل ما حكينا 3.0، حاليا صار بنهايه 2021 3.2 بليون يو اس دولار. عدد الموظفين الار ان دي سنترز اللي هن ريسيرش اند ديفلوبمنت تقريبا 3000، وعندنا 9 ار ان دي سنترز. الار ان دي سنترز ريسيرش اند ديفلوبمنت في منهم 4 بامريكا و5 بالصين. شو بتعمل شركة مايندري؟ يعني هلا نحن حكينا مين هي شركة مايندري، هلا نحن شو بنعمل؟ شركة مايندري مثل ما لكم شايفين، إذا أنا عندي مستشفى بكل الأقسام الموجودة عندكم هون، نحن بنقدر نغطي تقريبا من 70 ل 80% من احتياجات المستشفى. يعني ابتداء من الـ AR اللي هي الـ Emergency Department، we can offer solutions اللي هي الـ Patient Monitor، الـ Transport Ventilator، للـ Critical Care Areas اللي هي الـ ICU، CCU، الـ NICU، انتهاء طبعاً بالـ OR يلي نحن فيني عنا solutions تبع الـ Patient Monitor، الـ Anesthesia Machine، وبالإضافة إلى الـ Defibrillator ECG والـ Point of Care Ultrasound. هلا بمايندري نحن عندنا 3 لاينات اساسيه، خلينا نسميهم. اللاين الاول هو البي ام ال اس اللي هو البيشنت مونيتور واللايف سبورت اللي انا مسؤول عنه. اللاين الثاني اللي هو الانفيترو دياجنوستكس اللي هو الاي في دي او اللاب ايكوبمنت. اللاين الثالث هو الميديكال ايميجنج سيستم which is mainly الالتراساوند. هلا وكلائنا بسوريا داتا ميد هن عندهم التو لاينز اللي هن الميديكال ايميجنج سيستم والبي ام ال اس اللي هو البيشنت مونيتور واللايف سبورت. كبزنس وايز مايندري تقريبا 38% من الاكتيفيتيز تبعها هي بيكون باللاين البي ام ال بي ام ال اس اللي هو البيشنت مونيتور، 33 بالانفيترو لاب ايكوبمنت، 26 بالميديكال ايميجنج سيستم، و 3% بالاذر برودكتس. لايك في هلا ريسنتلي بالارب هيلث الماضي عملنا لانش لاندوسكوبي سيستم، وبالاضافه لاورثوبيديك امبلمنتس وشغلات اللي بيستخدموها باطباء العظميه. هلا مثل ما حكيت انا كمستشفى نحن وي كان كفر 70 to 80%، بس بغرفه العمليات وي كان كفر 90% من اي غرفه عمليات بحاجه لتجهيزات، وي كان كفر اب تو 90%. مثلا كل شيء شايفينه بالصوره هون ميد باي مايندري،
ابتداء من اللابروسكوبي توري اللي حكينا عنه، في عنا البوينت اوف كير التراساوند، البندنت، الاوتي لايتس، الاوتي تيبل، الانستيسيا ماشين طبعا، والبيشنت مونيتورز، بالاضافه للانفيوجن والسرنج بامبس. هلا ترتيب شركه مايندري ممكن بالسوق السوري ماله كثير معروف، بس بالسوق الاوروبي والسوق الامريكي صراحه شركه مايندري وضع احسن بكثير للاسف من الوضع بالميدل ايست، مو بس بسوريا. مثلا نحن ان ترمز اوف بيشنت مونيتور وي ار نمبر 3. بنهايه 2021 خبروني انه هاي الارقام تغيرت، صرنا تقريبا نمبر 2. هذا هاي الارقام اللي انتم شايفينها كبيشنت مونيتور نمبر 3 جلوبالي، مين بايع اكثر بيشنت مونيتور؟ فنمبر 1 هن فيليبس، نمبر 2 هن مايندري حاليا اللي اكثر حدا بايع بيشنت مونيتور. فيليبس هن رقم واحد، طبيعي عمر شركه فيليبس يفوق تقريبا ال 100 سنه، بينما شركه مايندري مثل ما خبرتكم عمرها 30 سنه. فنحن وصلنا لانه نقدر نكون رقم اثنين بالعالم، اكثر ثاني حدا بايع بيشنت مونيتور خلال 30 سنه. بالنسبه للانزيسيا ماشين نحن نمبر 3. ما راح اتعمق كثير بخصوص اللاينات الثانيه، نحن اليوم عم نحكي على البي ام ال اس. هلا كيف قدرنا نوصل للشيء اللي انا عم بحكيه؟ ببساطه نحن قدرنا نوصل له عن طريق خمس عوامل رئيسيه. مثل ما خبرتكم نحن عندنا الار ان دي سنترز، في عندنا 9 ار ان دي اللي هن بيشتغلوا على تطوير المنتجات تبع مايندري. مايندري لما بلشت بامريكا، من اصل 5 اجهزه تخدير بتنباع بالعالم في لازم جهاز يكون من مايندري. نحن في عندنا 11000 موظف، الريفينيو تبعنا ال 3.2 قلت لكم بليون يو اس دولار، 10% بيروح منه على الار ان دي. فنحن بنصرف كل سنه تقريبا من 300 ل 320 مليون دولار على الار ان دي، وهذا سر نجاحنا. عندنا 300 برودكت مختلفين طبعا بكل اللاينز اللي حكيت عنهم قبل. هلا سر النجاح الثاني هو انه نحن وي ار لسننج تو ذا كاستمر فويس، هذا الشيء اللي بخلينا فليكسبل اكثر بالبرودكتس اللي بنعملها لانشينج. مثلا لما بيكون في جهاز انطرح مثلا بال 2020، هذا الجهاز بيتوزع حول العالم وبلش نحن نوزعه بالمستشفيات ونسمع اراء الاطباء، ناخذ الفيدباك تماما، بنعمل ديمونستريشن ونبلش نسمع من الاطباء انه شو الشيء اللي هن عندهم كومنتس عليه، اي فيدباك نحن طبعا بتهمنا. هاي الفيدباك نحن بناخذها وبنرجع بنبعثها للار ان دي سنترز لحتى يقدروا يحسنوا بالبرودكت الجاي، سواء في كومنت سلبي او ايجابي، نحسن بالبرودكت اللي عم ينطرح السنه اللي بعدها. مايندري كل سنه بتطرح من 2 ل 3 اجهزه جداد بالبورتفوليو تبعها. 6000 بلس تايب اوف انتليجنت تول، هي بالمانيفاكتشرر تبعنا، اذا بتشوفوا الفيديوهات عاده بتكون منتشره على اليوتيوب تبع السيارات، مثلا لما بيجربوا الكبسات السيارات انه في روبوت بيقعد بيكبس زر اللي بيفتح الشباك مثلا، بيقعد بيكبسه بيكبسه بيكبسه، في روبوت شغلته انه يكبس هذا الزر لحتى يشوف بعد قديش كم مره بيقرب. مثلا انا عندي زر معين، كبسه معينه، بضل بتنكبس، هذا الروبوت شغلته بس يضل يكبسها لحتى يشوفها بعد قديش بتخرب. هدول الانتليجنت تولز اللي نحن بنسميهم روبوتات هن نفسهم عندنا موجودين بمايندري. فكل جهاز، كل كيبورد انتم شايفينه بالاجهزه الموجوده هني، كل كبسه هي مجربه لحتى يشوفوا قديش اللايف تايم تبعها وقديش اللايف سايكل لحتى يشوفوا بعد قديش بتخرب. هذا الشيء بيرفع الكواليتي تبع البرودكتس تبعنا لحتى يشوف بالضبط. هلا بالاضافه لذلك كمان سر نجاح مايندري انه نحن المانيفاكتشرر تبعنا بالشنزن اللي خبرتكم عليها، المدينه شنزن 300000 متر مربع كسبيس، 80 من البرودكتس تبعنا، عندنا 80 جهاز اف دي اي ابروفد، وكل الاجهزه تبعنا طبعا سي اي ابروفد. هلا في الاجهزه اللي بتنباع بيونايتد ستيتس طبعا ات هاز تو بي اف دي اي ابروفد. الريجن اللي نحن فيها حاليا اللي هي سوريا تابعه للميدل ايست كانتريز، والميدل ايست تابعه لافريكا، هي التريتوري اللي انا شغال فيها اللي هي الميدل ايست اند افريكا. هلا ليش انا حبيت فرجيكم هي الخريطه؟ حتى فرجيكم نحن مكاتبنا مثلا بالميدل ايست وين موجوده. في عندنا بالسعوديه تقريبا من 5 سنين مكتب فتح، بالامارات حاليا المكتب عم يفتح، ان شاء الله الشهر الجاي حنستلم المكتب يكون جاهز، وطبعا في عندنا مكتب بايجيبت، في عندنا مكتب بموروكو، في عندنا مكتب بكينيا. سبب وجود هاي المكاتب الكتيرة وخاصة بين السعودية والإمارات، في مكتبين كتير قراب لبعض، لحتى نحن نضمن أن نكون أقرب للكستمر تبعنا، نعطي بيتر سبورت من ناحية السبير بارت، من ناحية إذا في أي شيء مطلوب كان كترينينج. ما عاد التواصل عم يكون عن طريق الصين اللي تقريبا في 8 ساعات فرق لحتى يبعثوا أي سبير بارت أي شيء نيدد، لا عم يكون من مكتب دبي اللي هو حيكون هاب للميدل إيست.
السكسسفول ستوري اللي نحن عملناها بالسعوديه حابب اشاركها معكم. نحن بالسعوديه خلال 5 سنين الماضيين الحمد لله عملنا سكسسفول ستوري، صار الوضع بمايندري صارت بلاير نمبر 2 بالسعوديه. نحن بنامل ان شاء الله انه بسوريا يتحول الوضع لنفس الشيء، نكرر نفس السيناريو. راح اعطيكم مثالين، سكيورتي فورس هوسبيتال بالدمام مثلا اخذوا الاي 7 انستيزيا ماشين والاس في 300 فنتليتر في تقريبا 10 يونتس. في عندي الكينج فيصل مثلا سبيشاليتي هوسبيتال في عندهم 20 21 يونت انستيزيا ماشين، هذا الحكي كله بال 2021 تقريبا صار. بالاضافه لليونايتد ستيتس، هي الخريطه شوي رح احاول بسطها. كل نجمه اذا بتشوفوا النجمه الصفراء مثلا هي السايت في من 1 لـ 5 اجهزه مايندري، بينما النجمه الخضراء فيها تقريبا يفوق ال 40 جهاز. فأنا كل نجمة فيها رقم بدل كم مستشفى أخذين عندي، سواء من 1 لـ 5 أب تو 40 جهاز. مثلا هون هاي النجمة الخضراء فيها سايت أخذ 40 جهاز مايندري. ما رح طول كتير، رح أعطيكم أمثلة. مثلا هاي بعض المستشفيات باليونايتد ستيتس، بعض الأمثلة اللي عندهم أنزيسيا ماشين. أنا حبيت بس بركز الانستليشن تبع الانزيسيا ماشين بما انه نحن هون عم نحكي خاصه بالتخدير، فحبيت اعطيكم امثله. طبعا بالفنتليتر والبيشنت مونيتور الامثله كثيره اكثر. كمان هارفارد يونيفرسيتي او هارفارد ميديكال سكول اكيد كلياتنا سمعان فيها وبنعرف المستشفى. طبعا نحن عندنا 12 يونتس بالمين او ار، بالمين او ار في عندنا 12 يونتس اي 5 وفي عندنا 11 يونتس اي 3 انزيسيا ماشين. Why our customer love Mindray Anesthesia solution? الكاستمرز بيحبوا يستخدموا Mindray because we are providing a total solution. يعني إذا بتلاحظوا نحن من عنا من NMT يلي بيستخدم بالOT، عنا Point of Care Ultrasound TE7، في عنا Anesthesia Machine Infusion Syringe Bomb بالإضافة إلى TIVA والTCI Bomb، وفي عنا N1 Transport Patient Monitor يلي بيرافق البيشنت من البرو OP للإنترو للبوست OP، وفي عنا الترانسبورت فنتليتر فور بوست اوبريشن رومز. سبب ثاني انه وي ار دوينج انوفيشنز. مثل ما حكيت عنا ار ان دي سنترز، وي ار دوينج انوفيشن اون اور برودكتس. مثلا ريسنتلي بعلم التخدير اكيد حضراتكم بتعرفوا اكثر مني، في ترند جديد يمكن حاليا صار واصل لسوريا اللي هو الهاي فلو نزل كانولا يستخدموه بعمليه الاندكشن انستيد اوف الماسك. هلا يوجوالي يو ار دوينج الماسك اندكشن وبينام المريض، بس إذا فيني أسأل حضراتكم قديش معكم وقت لحتى تعملوا عملية التنبيب بعد ما يصير المريض بعد ما ينام المريض؟ يعني الماكسيموم دقيقتين. تمام. هلا الدراسات بتقول إنه up to 5 minutes. up to 5 minutes، بس ما بعرف اذا سبق ومرق عليكم هيك حالات انه احيانا ال 5 minutes مو كافيه، بيكون مريض اوبيس مثلا او بيكون لسان كبير او بيكون رقبه مثلا او بيكون بدين او بيكون فك صغير، ففي اسباب كثيره بتخلي انه التنبيب خلال 5 دقائق صعب وصعب كثير. فبهيك حاله شو الحل؟ يعني انتم كاطباء بتروحوا على difficult intubation. هلا بعلم التخدير انسوا مايندري وانسوا جهاز التخدير تبعنا، بعلم التخدير خلينا نحكي اكتشفوا انه اذا استخدام الهاي فلو، انه يحطوا هاي فلو كانولا بتعطيكم تقريبا up to 15 to 30 minutes لانه عم تعمل بري اوكسجينيشن، فانتم معكم 15 to 30 minutes لحتى تعملوا موضوع الاندكشن. هذا الشيء عم يساعد سواء كان في difficult intubation او لا. فهلا تطبيقاته بنرجع لمايندري. مايندري هي الجهاز الاي 9 اللي انعمل له لانش بالعرب هيلث الماضي، ما بعرف من حضراتكم كان موجود بدبي، حطوا الموديول تبع الهاي فلو صار انتجريتد داخل الجهاز، فهذا الشيء صار يساعد. هلا اللي ما عنده جهاز اي 9 شو بيعمل؟ بيتصل بالبيوميديكال بيقول له جيب لي اتش اف ان سي موديول ستاند الون، جهاز اتش اف ان سي لحتى يعمل اندكشن. الشيء الوحيد اللي نحن عملناه انه نحن حطيناه ضمن جهاز التخدير. الهاي فلو هو جهاز موجود، اي جهاز موجود بيستخدموه بالاي سي يو، ممكن يستخدموه بالاو تي. الشيء الوحيد انه نحن حطيناه از موديول جهاز الاي 9. جهاز الاي 9 دكتوره هو بس موجود، الهاي فلو هو بس موجود بجهاز الاي 9، والاي 9 نعمل له لانش بال 2022، فلسه جهاز الديمو يونت حيوصل ان شاء الله بشهر 5 لشباب داتا ميد. هلا الاوردر بالطريق ان شاء الله، بس الشيبينج بياكل شويه وقت. اول ما يصل ان شاء الله راح نحاول نفتله على كل المستشفيات وتشوفوا تطبيقات الاتش اف ان سي.
هلا هيك هيك الوضع الحالي، اللي ما عنده الاي 9 هيك عم يعمل، عم يجيب المودول ويحطه بغرفه العمليات ستاند الون ماشين، عم يحطه جهاز سيبريت ما له علاقه بالانزيسيا، بيعمل الاندكشن بعدين بيعمل التنبيه عن طريق التخدير. هذا السيت اب الحالي. بس نحن كمايندري اختصرنا جهاز على الطبيب، اختصرنا مساحه، لانه بتعرفوا بغرفه الاو تي دائما بتكون معجوقه وكثير اجهزه، فجهاز اقل هو افضل. هلا الابلكيشن انا ما راح اغوص، اللي حابب يعرف اكثر عن تطبيقات الاتش اف ان سي انا عندي سلايدات، عندي بيبر ممكن اشيرها معكم، يمكن سبق دكتوره بعثت لك اياها. اي حدا حابب يعرف اكثر عن تطبيقاته وكيف كيف البروسيس انا ممكن اشيرها وممكن ارجع ابعث لكم اياها على الايميلات اذا حابين. بس بشكل عام هيك على السريع الفروقات بين الكونفنشنال واي والهاي فلو، في شويه فروقات مثل ما قلت لكم، مثلا انا عندي هون الفلو 60 لترز بينما بالماس 15 لتر، هون اب تو 30 مينتس، هون عندي ماكسيموم 6 تو 8 مينتس اللي هي الاندكشن قديش معي وقت لحتى اعمل عمليه التنبيب. الكلينيكال ابلكيشن الاندكشن التيوبليس انزيسيا والامرجنسي، هي مينلي الابلكيشن لحتى انا استخدم الاتش اف ان سي. هلا في فيديو كثير سريع عن الاي 9 اللي ما شافها بالارب هيلث الماضي، بس خليني اعطيكم فكره عن هذا الجهاز الستيت اوف ارت اللي طلع ريسنتلي من مايندري. اخر شيء بس حبيت كمان نحن نعمل على البيشنت مونيتور هيك على السريع بس حتى نفرجيكم السولوشن.
آسف ما رح طول أكثر من هيك دكتور فوز، نحن خلصنا، بس حبيت آخر نقطة بالفيديو عقب على البيشنت مونيتور. أغلبية البيشنت مونيتورز موجودين هون. الشيء اللي بيميز البيشنت مونيتور تبعنا أنه نحن فينا نربطهم على أجهزتنا، سواء كبيشنت مونيتور مع بومبس أو بيشنت مونيتور مع فنتليتر أو بيشنت مونيتور مع نزيسة ماشين، بالإضافة أني فيني أربطه حتى مع فنتليترز ثانية من براندز ثانيه. فهذا الشيء كمان بيميز البيشنت مونيتور تبع مايندري. يعني اذا انتم عندكم سنترال ستيشن او عندكم بيشنت مونيتور من مايندري وحابين توصلوه على فنتليتر من نوع ثاني اكس من البراندز، كمان وي كان دو ات ثرو البيني لينك. شكرا جزيلا. وكيلنا بسوريا هن داتا ميد مثل ما خبرتكم بالنسبه للالترا ساوند والبي ام ال بي ام ال اس البيشنت مونيتور لايف سبورت. اي شيء بتحتاجوه ان شاء الله من ما بنقصر، سواء على مايندري دايركتلي او شباب داتا ميد. انا بدي اتشكركم مره ثانيه، بدي اتشكر الدكتوره زبيده على اتاحه الفرصه لنا. شكرا لكم واسف على الاطاله. يعطيكم الف عافيه ونهاركم سعيد.